الحرب في أوكرانيا التي ساهمت في تقوية حظوظ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في انتخابات 2022 هي ذاتها التي قللت من حظوظه بحسب استطلاعات الرأي. فالشارع الفرنسي المنتخب سيعاين قبل دخوله مراكز الاقتراع قدرته الشرائية، وسيتحسس غلاء الأسعار التي ارتفعت جراء الحرب، كما سيتذكر وعود ماكرون بوضع معيشي أفضل. تعرفون أن برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنسبة للخماسية المنصرمة كان يعتمد أساساً على الناحية الاقتصادية، حيث وعد الرئيس ماكرون عموم الفرنسيين بتخفيض خاصة في الضرائب. تعرفون أن الفرنسيون أو خاصة الاقتصاد الفرنسي يعتمد على دفع الضرائب، هناك ناحية اجتماعية تمول من هذه الضرائب. الوعود الانتخابية للرئيس الفرنسي تمحورت خصوصا من ناحية التخفيف على الفرنسيين من الضغط الضريبي. لا ننسى أنه في العام 2019 خرجت مسيرات حاشدة ضد ماكرون وسياسته الاقتصادية في البلاد، سميت بالسترات الصفراء، تغيير سن التقاعد والراتب التقاعدي وغيرها، جعلت ماكرون الذي انتخبه الفرنسيون قبلها بعامين محط انتقادات ومفاوضات مع نقابات العمال في فرنسا، اضطرته إلى تقديم تنازلات لكنها لم تكن ملموسة. قال الرئيس ماكرون بالحرف أنه نقصه أولاً موضوع له علاقة بإصلاحات بالتحديد برواتب الموظفين، بمعنى الاقتطاع، نسبة الاقتطاع الموجودة في هذه الرواتب والتي ستكون لها دور مهم برفع القيمة الشرائية التي يريدها الشعب الفرنسي. الملف الاقتصادي وغيره من الملفات كالأقليات والهجرة التي تلعب عليها حملات المرشحين للانتخابات تزيد أو تنقص من حظوظهم. آخر الاستطلاعات تقول إن نقطتين فقط تفصلان ماكرون عن لوبين أولى المنافسين له في هذه الانتخابات، وتبقى صناديق الاقتراع هي الفصل، والدورة الثانية بانتظار المتنافسين. سلام كيالي، الغد، باريس.